أهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج كلمة ونغم. هذه الحلقة ستكون رحلة مع التراث الجميل والنغم الأصيل ألا وهو المقام العراقي. يسرنا ويشرفنا أن نلتقي في هذه الحلقة مع علم من أعلام قراء المقام العراقي ألا وهو الفنان المبدع ناظم شكر. أهلا وسهلا فيك والدرب الويا أهلا وسهلا بيك والدرب الويا القلب قبل العين فز وتلقى أي القلب قبل العين فز وتلقى حلو حلو وبجني تكشف عليك الليل منام أشكر إذاعة وتلفزيون الديالة على هذه الفرصة اللي تقدمها للمقام العراقي بالمحافظة، وأشكر مقدم البرنامج وليد الشرقي والمخرج رافد عريبي على هذا اللقاء البسيط. نتمنى أن تروق للمشاهدين وشكرا. إن شاء الله. أهلا وسهلا أستاذ ناظم. أهلا بك. مرحبا أستاذ ناظم، كيف كان دخولك للغناء؟ دخولي للغناء كما تعلم محافظة الديالة ساعد على الإبداع، لأنه الطبيعة تساعد على الغناء. فكنا على نهر ضفاف ديالة شباب نتجمع ونغني، وكان أيضا بالمناسبة والدي إلى ذوق بالغناء وكان متذوق ويحب الفنان ناظم الغزالي، فتأثرت بالفنان ناظم الغزالي من خلال والدي اللي كنت طفل وفي التلفزيون عندما يخرج على شاشة التلفزيون المرحوم ناظم الغزالي يصحبني إلى المقهى لأستمع الغناء المرحوم ناظم الغزالي. فمن الصغر ومن الطفولة تأثرت بالغناء، وكنت أغني كما قلت في المناسبات الشعبية والأعراس في ناحية بوهرز، وبعدين تطورت الشغلة إلى أن رحت إلى بيت المقام العراقي في بغداد عام 88، وأنا الآن مسؤول مدير بيت المقام في ديالة لأخدم هذا التراث العراقي في محافظتنا ان شاء الله. اهلا وسهلا. يعني المقام العراقي والغناء كبر ويا حضرتك. الله يسلمك. احنا كبرنا، نريد دعوه الى الجيل الجديد حتى هذا الغناء ما ينمحي من الذاكره، يبقى يعني ما يبقى، خلي يغني اغاني حديثه، لكن المقام العراقي هو اساس الغناء. فنامل من الجيل الجديد ان يتعلم المقام العراقي حتى يكون له رصيد بالغناء بشكل عام. يعني عندكم نواة حاليا بيت المقام؟ عندنا قراء مقام للمقدادية للمقام العراقي، وبالمستقبل راح نفتح دورات لأداء المقام بالمحافظة بشكل اللي يرغب من الشباب وعنده قابلية لتعليم المقام. هذه فالبادرة احنا مفكرين بها لخدمة المقام العراقي ان شاء الله. مشكورين على هذه المبادرة. اهلا وسهلا استاذ ناظم. مثل ما تعرف حضرتك المقام العراقي ثلاث مدارس. نعم. هذه المدارس وهي استاذ محمد القبنشي، نعم، والاستاذ يوسف عمر، والاستاذ ناظم الغزالي. الى اي المدارس هذه ينتمي الاستاذ ناظم شكر؟ والله هم حقيقه الثلاث اللي ذكرتهم انت هم فطاحل المقام العراقي. فانا تاثرت بالمرحوم ناظم الغزالي، وايضا اسمي على اسم ناظم الغزالي، ان قلت لكم والدي كان يحب ناظم فسماني ناظم على اسم ناظم الغزالي من الصغر. فناظم الغزالي شهر الاغنيه العراقيه على المستوى الوطن العربي، اختار الكلام اللي يفهمه أي عربي على مستوى العرب بشكل عام والعراق، يعني من قال أي شيء في العيد أو قال له خالون، يعني انتقى أبيات شعرية اللي يتفهمها جميع المواطنين العرب، فأخذ له شهرة على مستوى الوطن العربي بشكل عام، فتأثرت من خلاله بالمرحوم ناظم الغزالي. يعني حضرتك تأثرت باسمه لو باسمه وبشخصيته وبجميع ما وانتقد عليه في بعض الأحيان، يصير انتقادات يقول ليش متأثر بالناظم بشكل هذا، حبي للناظم لأن حبه ما نتخلى عنه بالنسبة لناظم الغزالي. نعم. طيب ممكن سمعنا شيء أستاذ ناظم؟ إن سمعت انطينا البيات إذا ممكن. Thank you.
عمري بروحي لا بعد سنيني فني بروحي لا بعد سنيني عمري بروحي لا بعد سنيني ولا أسخرن غدا من التسعين ولا أهزأن غدا من التسعين العمر للسبعين يذهب راكبا العمر للسبعين يذهب راكضا والروح باقية على العشرين والناي 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 أبد ما جوزنا من الطرب يا ياب جوزنا من الطرب والناي والناي وظل اطرب على السنطور يا يابا اضرب على القانون والناي والناي يقولون العمر سبعين والناي والناي سبعين والناي على العشرين روحي تظل على العشرين روحي تظل هذا شلون اسمر خد ورد احمر هذا شلون اسمر خد ورد احمر بيب الوقت لينا يا ربي بيب الوقت لينا عند عيون تسحر عند عيون تسحر حسن عنده نار ونور خده كل الحسن عنده مو بيدي أوده مو بيدي أحبه لفراق ما أقدر لفراق ما نقدر هذا شلون أسمر خده ورد أحمر هذا شلون أشقر خده ورد أحمر بالوقت لينا بالوقت لينا عند عيون تسحر وعند عيون تسحر
نغم على هذه الجميلة. سلامك. عرفنا أنه حضرتك لك ضاع طويل في المقام العراقي. نعم. فممكن نتعرف على مشاركاتك في المهرجانات؟ نعم، بالنسبة لي شاركت في مهرجان المقام العراقي القطري الأول، وفي مهرجان بابل بشكل تقريبا مستمر، مهرجان الرابع والخامس، يعني حدود الخمس مهرجانات في بابل. أما بخصوص خارج القطر شاركت في مهرجان تدمر في سوريا، القطر السوري الشقيق، وكان لنا حضور هناك، وحتى قسم من المستمعين المشاهدين الصورة وناظم الغزالي بعد حي ما مات، لأنه هم من أعظم. فقسم التقوا بي، ليش ما تجي استاذ ترم عيني ناظم غزالي توفى الله يرحمه ويفعاني، امتدادا للمرحوم ناظم غزالي. هذا ما أعرف الأسباب ليش صوروا ناظم غزالي لحد الآن بعده في على قيد الحياة، وهذه حالة دلالة على وجود ناظم وقوة ناظم بقى، وفعلا هو باقي في الحياة، فعلا باقي ما مات يعني بالتسجيلات وجوده. وهذه مشاركاتي قلت لك المهرجانات، وعلى مستوى مهرجان بابل ومهرجان تدمر، ومستمرين احنا ايضا في دائما في الحفلات العامه اللي تخدم المقام العراقي بالدرجه ان شاء الله. لا نشاطك واضح استاذ. الله يسلمك.